ربي صل على المختارين مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا، صلي ربي على الهدي وشيعته وصحبه فلطيدين ضد نجار وجهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله هوى وقد نصروا وبينوا الفرض والمسكون واختصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وعن ما وأشرفها يعتروا الكون منها نصرها الحضر مقوفة بأبوك المسكين داكية من ضيها أرجل وديا تشير عند العصا والشرى ورمليا يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار وعن ود مساقيل الجبال كما يلي قدر جميع الماء والمطر وعندما حوت الأشجار من ورق وكل حرف قد يتلى ويستطر والوحش والظهير والأسماء ما نهى من يليهم الجن والأملاك والبشر والدر والنمل مع جمع الحبوب كذا وشر والسف والهريس والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وأتنا مائك التي مننت بها على الخلائق منهن ومنفسر وعند مقدار السم الذي شربت به النبي والعرش والكرسي وما حسر ما دام الله موجودا وأوجد بعد من صلاة دوما ليس تستغرق العدم جمع الدهور كما تحيط بالعدل لا تبقي ولا تدار لغاية وقتها يا أديم لا ولا لا أمد يختفى يعتبر وأنت أنا فيما قد مر من عدد عجيب عدى فيه يا من له القدر كما تحب أنت سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وظائفهما والفل منتشر وكل ذلك مدروب في حقك في أنفس خلقك كل وإن كسر وزد نبيك ما مشى مشتهر بحر من البركة حل يا أمير يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي أقم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد للعفل يا قدير والكم بنا ربنا بكل نازلة لطفا أميما به الأهوال تنحسر والكم بنا ربنا بكل نازلة لطفا أميما به الأهوال تنحسر والكم بنا ربنا بكل نازلة لطفا أميما به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة بمن صور صلى
puasa.